بختار له أداة التاتش تايب تول، تكبير تصغير الحفاظ على نسبة الطول والعرض، تكبير دوران تكبير وتصغير بشكل طولي، تحريك، دوران تكبير وتصغير بشكل عرضي، تحديد نوع الفونت المستخدم في الكتابة. من الملفت للنظر في برنامج إلوستريتر أننا عندما نكتب نص ونذهب إلى الكنترول بانل لنختار نوع الفونت لا نرى شكل الفونت، إنما نرى اسم الفونت فقط لا غير. ولحل هذه المشكلة بعد الكتابة نقف كليك يمين على الكتابة ونختار فونت. بعدين ظهرت معنا. تحديد نوع الفونت المستخدم بالكتابة، حددنا الكاركتر بانل كمان موضوع مهم. عندي بالكاركتر بانل في عندي شو اوبشن، عندي موضوع يلي هو شو الفونت فاميلي، اختيار نوع الخط. عندي الفونت ستايل، التنقل بين انماط الخط ايتاليك بولد وغيرها. عندي الفونت سايز، اختيار حجم الخط، اختصارات لوحة المفاتيح كنترول شيفت جي تكبير حجم الفونت، كنترول شيفت 9 او واو، عفوا كنترول شيفت زد بالعربي، يعني كنترول شيفت زد تكبير وكنترول شيفت واو تصغير بالعربي، تصغير حجم الفونت. الكيرمينج، التحكم بالمسافة بين حرفين اثنين فقط. الكيرنينج اختصارها من لوحة المفاتيح Alt زائد سهم يمين أو يسار. عندي الـ Vertical Scale، اختيار النسبة المئوية لتكبير الخط رأسيا، وعندي كمان البيز لاين شيفت ضبط المسافة الارتفاع أو نزل الصف أو الكلمة عن السطر. وفي البيز لاين شيفت ضبط المسافة الارتفاع أو نزل الحرف أو الكلمة عن السطر، الكاركتر روتيشن زاوية دوران الحرف، الهوريزنتال سكيل اختيار النسبة المئوية لتكبير الخط أفقيا، والتراكينج التحكم بالمسافة بين الحروف بالنص يلي تم تحديده، وهي اختصارها Alt وسهم يمين أو يسار اللي هي تراكينج. عندي الليدنج، التحكم بالمسافة بين السطور، Alt
وساهم لفوق أو لتحت. الباراجراف بانل، من خلال الباراجراف بانل نستطيع التحكم كل التنسيقات الفقرات. يعني نيجي على الباراجراف بانل،